السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وبصحة وبسلامة وبأمان وبتفوق وبتقدم وبنمو وبتكوين عقلية فريدة ورائعة ومتطورة. هو هذا الهدف من وجودنا بهذه الحياة، أنه نكون مميزين، نحاول نوصل إلى الأفضل. مثل ما مكتوب عنوان الفيديو هو ياهو الأفضل، الخصوصي لو اليوتيوب. راح نجاوب على هذا السؤال بهذا الفيديو. الخصوصي أفضل، أنا أفضل الخصوصي، بس لمن أفضله؟ مو للطالب المجد، ولا للطالب الشاطر، ولا للطالب اللي عنده أساسيات، ولا للطالب اللي أهله تعبانين عليه بفترات أو بمراحل دراسية سابقة. روح خصوصي، ادفع فلوس، أخذها من أهلك اللي هم بحاجة إلها، زين، وروح. حلو والله خصوصي، حلو. تقعد قبال المدرس، ايش راح يسوي لك المدرس وشنو وظيفته؟ وجها لوجه يفهمك المادة ويلخص لك ويدرسك وينطيك الطريقة ويختبرك وينطيك التمارين ويقيمك، هي هاي وظيفته الخصوصي. فعادي، حلوة، فكرة حلوة. وبهالحالة انت شنو اختصرت الطريق عليك هواية، انه انت ما فكرت وما ابتدع الطرق وما لقيت حلول مناسبة لنفسك، خليت المدرس الخصوصي هو اللي يلقى لك إياها، وعادي ونجحت وطلعت درجة ومشيت حياتك ورحت إلى مرحلة أعلى. وأيضا راح تواجه نفس بالمراحل الأعلى، طبعا أنت تعلمت على هاي الطريقة إنه أنت لازم أكو شخص هو اللي يحللك ويقيمك ويختبرك ويوجهك، فأنت بالمراحل القادمة اللي هي الكلية وما بعد الكلية والزواج والحياة العملية، أنه أنت محتاج لهيج شخص بحياتك، يعني في كل خطوة راح تخطوها محتاج إلى شخص يقيمك ويحللك ويقالك الطريق. فهاي فكرة جدا رائعة أنه تخلي خصوصي، يعني أنصحك بها حقيقة. أما نجي على الصنف الثاني اللي هو أغلبكم، اللي يعرفكم انتو بالقناة وتعلقون، اللي هو اغلبكم. اسمعني، انت اللي عندك اساس قوي، انت اللي فاهم، انت اللي تقدر تلقى الحلول ومشاكلك بسرعة، انت اللي تقدر تقيم نفسك، انت اللي تقدر تختبر نفسك، انت اللي تقدر تدور عن المدرس الجيد باليوتيوب وتتابعه وتلزم ورقة وقلم وتلخص. فهذا كلامي موجه لك، اترك شيء اسمه خصوصي، لأن الخصوصي راح يوديك، هو دهليز أو فد نفق راح تدخل من خلاله، راح تواجه وراء، تتعلم على طريقة معينة، أنه أكو لازم بحياتك شخص هو اللي يدليك الطريق. فابتعد عن هذا المجال وامشي بطريقك اللي هو أنت ابحث عن ذاتك، عن وجودك، عن طريقتك، عن تقييمك لنفسك. مفهومة؟ شوف، اليوتيوب هو فرصة ذهبية. المن فرصة ذهبية لكم؟ ليش؟ لأن تخيل انت هاي قبل 10 سنوات أو شوية أكثر من 10 سنوات، هذا ما موجود. الناس كانت تحلم بهيج قضية، إنه مدرس، ولا ومو أي مدرس، يعني مدرس كفوء، لأنه اللي ينتج فيديوهات على اليوتيوب هو مو مدرس اعتيادي، وإنما مدرس عنده إمكانيات لتوصيل المادة عبر الشاشة الإلكترونية. دائما يكون مدرسين اليوتيوب أكثريتهم، روح قلب باليوتيوب وشوف، هم ناس تقدر توصل المادة وبأبسط طريقة. كل ما عليك أنه تبحث وتلقى المدرس اللي أنت نفسيتك ترتاح له، تتابعه، تدرس وياه، شبقت كم قضية اللي هي أنه شلون تكتب وشلون تختبر نفسك وشلون تقيم نفسك، قضايا كلش بسيطة تعلمها، قضايا كلش سهلة، توفر فلوس، توفر وقت الروحة والجاية، توفر الاختلاط
بالآخرين بهذا الزمن اللي نعيشه زمن الوباء، فأنت راح تربح هواية. كون بطل، كون قيادي لنفسك، لا تظل تتعلم أن تكون اتكالي. هذا كلامي موجه إلى الناس اللي عندهم أساس، مثل ما اتفقنا بالبداية، الناس اللي عندهم أساس وعندهم خطة طريق دا يمشون بها. أما الشخص اللي قضاها عثرات بحياته ويعبر سنة بعد سنة بدون دراسة وبدون تكوين أساس، فالقضية ممكن، إذا ممكن يقدر إنه يتوجه إلى اليوتيوب حالياً، ممكن إنه يدرس اليوتيوب من خلال اليوتيوب، وممكن إنه يدور لمدرس من خلال اليوتيوب. القضية مو صعبة إذا كانت عندك إرادة، فتقدر تسوي الأشياء، تقدر تصنع المستحيل، فقط يراد لها شوية تدريب وتقدر تحسن مستواك ومهاراتك. أي قضية عندك بيها نقص، حاول إنه ترجع إلى الأساسات مع المادة. يعني شوف كل مدرس شارح أساسات ممكن تقدر ترجع لها وتقدر تلحق بما فاتك من فترات سابقة. فكون بطل، كون قيادي، قود حياتك أنت بنفسك، لا تتكل على الآخرين. الحياة طويلة، هذا بداية المشوار. إذا تتعلم أو تريد تتعكز من الآن على الآخرين، راح تبقى طول حياتك أنت متعكز على الآخرين. زين، خلي هذا الكلام اللي هسه قلته ترتشيه بإذانك وامشي عليه، لأنه على مود توصل إلى مراحل حلوة مستقبلا. ومنو قال لك أنه اللي يدرس خصوصي أو يدخل دورات هو راح يطلع درجة أعلى من الشخص اللي مداخل خصوصي؟ أكو تجربة عندنا قبل سنتين، البطل أو إيش بطل شنو الأول على العراق، حسن معيوف، سنتين أو ثلاثة طلع أول على العراق، اللي هو بيتهم إحدى المحافظات أو القرى اللي بيتهم من طين وما عندهم بنكة بالبيت، وكان يروح حافل للمدرسة ورجع ويرجع 11 كيلومتر بالطين، لأنه الطريق كله طيانة، فينزع الحذاء يخليه بتشيس. فتقصة مأساوية تابعوها على يوتيوب، طلع الأول على العراق، حال أول على العراق، شنو من بطل لعد؟ وإحنا حاليا نريد شنو؟ نريد خصوصي. فمختصر مفيد، الجواب هو انه اذا ردت تدرس وردت تكون كيان وذات ودرجة محترمة، فتعلم شلون تدرس على اليوتيوب، افضل واحسن الك ولعائلتك والمحيطك ولمستقبلك.